السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون بعثوا لي الحصه تاع الهداف. على كل حال يتكلم ذبحوا فيها ابراهيم ذبيح، ذبحوه ذبيح. هما ميدو، راني جاي نرد عليك، راني جاي نرد عليك ميدو، سورتو كي زدت جبت تاع الكاميرون والماتش يتعاود. راني جاي درت هذا الفيديو سبيسيال باش على بالي باللي تشوفوا، على بالي باللي تتبعوه. جيت نرد عليك انايا لي فيديو راهم كاينين وكذا. روح لي فيديو تاعي، تحب نجيبه لك غدوه الفيديو تاعي قبل ما نديماري في الطوموبيل. قلت انا ما رانيش رايح باش يتعاود الماتش، راني رايح باش ندد، باش ما يزيدوش يديروا لنا لي زاربيت، يعني نددوا بلي زاربيت. روح للجماعه كاع اللي كانوا في زوريخ. هشام، شفت نتايا الادله؟ ما شفتش الادله انايا. واش في رايك الماتش يتعاود؟ قلت لهم انا ما جيتش باش يتعاود الماتش، وعندي فيديو نهضر والناس تصور فيا، ما جيتش باش يتعاود الماتش، جيت ندد على الحكام باش ما يزيدوش يديروا لنا هكذا في المستقبل. راك فاهم ميدو؟ بصح انت اللي كنت تندد بابراهيمي وداير حال على ابراهيمي، ذبحت ابراهيمي. شفت ماشي كيف كيف، انا نجي تحب نجيب لك تاع ابراهيمي كي كنت دافع عليه الصون بيتي، اليوم راك ذابحو ذبيح. راك فاهم؟ اروحوا تسمعوا الهداف اليوم في قناه تاع شيخي. اسمع، في رايك المسؤوليه مشتركه بين، وكنتوا تحكوا على الناس يستشفوا وما يستشفاوش، انا ما نستشفاش انا في المنتخب الوطني الجزائري. وقبل المباريات الوديه قلت الناس اللي راهم يقولوا باللي نتمنى يخسر المنتخب الوطني الجزائري، قلت لهم هذا بلادنا، ما لاعبين ولادنا. راك فاهم ولا لا؟ لا ميدو، حنا ماشي كيما نتوما، امبوسيبل تقدر تقارن روحك بكم انتوما اللي كسرتوا المنتخب بين احنا. انا ما نكسرش المنتخب، انا نكسر الاتحادية هذه تاع عصابه. بصح المنتخب واللاعبين كيما، انا ماشي مادا بيا يتاهلوا لاكوب دي موند، راك تقول له اليوتيوبر وتخدموا. ايه انا كي تروح ليكيب ناسيونال لاكوب دي موند اللي نخدم، كيما تروحش ما نخدمش. راك فاهم ميدو؟ راك فاهم ولا ما راكش فاهم ميدو؟ دوك تكسر في ليكيب ناسيونال، انا ما نكسرش ليكيب ناسيونال، انا زعفت كي خسرنا. انا النار شعلت فيا الليل ما رقدتوش، مرات وليت درت فيديو في الليل مبحبح، قلت لهم راني مبحبح نشوف بالاعصاب تاعي. كنت مادا بيا لو كان يسجلوا تعادل وما نخسروش، ماشي كيما انتم كنتوا تشروا لي زاربيت، تشروا لي زاربيت قصامه شريتوه ودافعتوا عليه بقوه في القنوات تاعكم باش تكسروا المنتخب. راك فاهم؟ ماشي كيف كيف ميدو، امبوسيبل، انسى، غير هذيك تاع الماتش يتعاود ما تعقدنيش بها، انا انسى. وهذيك اللي يقول لي كنتوا تغنوا في زوريك قصامه، ما غنيش انا كاع، روح جيب لي فيديو نغني قصامه بسيط بينا، انا ما تعقدنيش. راك فاهم ميدو؟ اسمع وتمتع. النفاق، هاو النفاق. في رايك المسؤوليه مشتركه بين الفاف اللاعبين والمدرب؟ المدرب يتحمل المسؤوليه الاكبر. الاكبر لاعبين والمدرب. اللاعبين والمدرب. امين بن شبير، يعني البعض حمل مسؤوليه الخساره لبيتكوفيتش وقال بانه هو المسؤول الاول عن هذه الخساره، لانه هو صاحب هذه الخيارات في الاول والاخير، هو من اعد القائمه ومن اعد الخطه ومن كان على التماس ومن كان مطالبا بتغيير نسق المنتخب في الشوط الثاني. ولكن البعض الاخر قال يا جماعه هذه اول مباراه رسميه للرجل، الرجل لا يعرف افريقيا، لا يعرف المنافسين، هل هذه حجه لبيتكوفيتش؟ شوف، اولا بيتكوفيتش هو المسؤول الاول عن الخساره، رغم انه المسؤوليه يتحملها اللاعبون ايضا وبيتكوفيتش، ولكن النسبه الاكبر يتحملها بيتكوفيتش. لماذا؟ لانه خياراته في بدايه المباراه كانت خاطئه، وحتى خياراته في القائمه التي استدعاها اثبت الكثير من اللاعبون ان قرار استدعائهم كان خاطئا. خياراته كانت خاطئه، والقائمه خيارات بعض اللاعبين كانت خاطئه. كنتوا تقولوا لنا قائمه متوازنه، راك فاهم ولا لا؟ لا نطبلوا الافونس انتوما، راك فاهم ولا لا؟ لا راك فاهم ميدو ولا لا؟ لا نفهمك ولا انا ولا راك فاهم؟ هلا وما ترجلش، راك في قناه تلفزيونيه هضر كلام، ما راكش مع اصحابك برا، يعني يكون كلامك شغل كيما فريد معطاوي شويه يعني، اتكلم تعيط. وانتوما الماتش يتعاود، انتوما راهم كاين لي فيديو، روح جيب لي فيديو الماتش يتعاود. شبيك كالما ميدو؟ اولا، ثانيا، الخطه التي دخل بها كانت خاطئه ايضا، يعني الاختيارات تاع القائمه كانت خاطئه، الاختيارات تاع التشكيله كانت خاطئه، والخطه كانت خاطئه. هاي فهمونا يا ناس، هادو كانوا يطبلون بيتكوفيتش في تعادل. لما تشرك اربع مهاجمين وتلعب بوسطي وسطين فقط كلاهما بنزعه دفاعيه زروقي وبن طالب،
انت الان افرقت كل وسط الميدان امام منتخب غيني سريع جدا في التحولات الهجوميه، يلعب على التحولات الهجوميه، في كل مره كان يشن هجمه معاكسه يجد طريقا مفتوحا وترحيبا حارا من وسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري، لذلك خياراته كانت خاطئه. اللاعبون ايضا يتحملون جزء. ها هو ماشي كنت تقول لنا تكتيكي عالمي بيتكوفيتش ولا لا؟ لا ما طبل درتو حاله بيتكوفيتش تكتيك عالمي، نجيب لكم الحصص تاعكم ميدو عنده خطط ويغير لك الخطط في مباراه وحده، يغير لك ثلاث خطط كيفاش ولا دوكا خاطئه كلش خطا في خطا، راك فاهم ميدو ولا لا؟ لا حنا انتقدنا بالماضي وننتقدو بيتكوفيتش، حنا ما نعبدوش بالماضي ميدو، راك فاهم ولا لا؟ لا راك عاودت كنت تاتاكي في محرز دوك تسمعوا كيفاش يشكر محرز، راك فاهم ميدو شكون اللي عنده لي فيديو نتوما ولا حنا؟ خلينا من المباراه، راني حاير علاش زعما الصدمه راهي كبيره بزاف. هو ذبح بيتكوفيتش اسمعوا دوك راح يدافع عليك، هو يجرح ويداوي، راك فاهم كيف ذبحوا خطه خاطئه، القائمه خاطئه، التشكيله خاطئه، التكتيك خاطئ، دوك اسمع. وكانه بيتكوفيتش، وهذا ليس دفاعا عن بيتكوفيتش ولكن منطق كره القدم هو الفاصل في هذا الامر. من المستحيل ان تتهم مدربا بالفشل أو تحكم عليه عفوا بالفشل في أول خرجة رسمية. نعم. أتى قبل أسبوع واحد فقط عن التربص الماضي، تربص الودي في شهر مارس، الآن خاض أول مباراة رسمية له. ثاني شيء محمد، نحن أو بيتكوفيتش لم يرث منتخب البرازيل أو ورث منتخب الأرجنتين بطل العالم أو أنت كانوا عندك قبل غير كيما كنت تقول باللي عندنا تشكيله، عندنا ايكيب عالميه وشبهتها بالمقرات، قلت كي يكونوا عندك الوظائف اللي تخدم بهم المقرات، القلب اللوز المقرات لا ما على باليش، كي يكون عندك مراه اللي عندها اليد في الصنعه تخرج لك كما نقولوا مقرات فور، بصح كي تمد هذيك اللوازم تاع اللي تخدم بها المقرات تجيب لها اللوازم وش كاين الانواع الفاخره تعطيها الوحده ما تعرفش تخدم تخرج لك مقروط مكرفص. كنت تقول باللي عندنا لاعبين عالميين وبالماضي اللي شبهته باللي تخدم المقروط خاطئ الصنعه، راك فاهم؟ ورث بطل اوروبا ثم خسر امام منتخب الغيني، ورث منتخبا خرج من الدور الاول، يعني اتكلم عن النواه تقريبا نفس النواه، هي نفس النواه التي خرجت من الدور الاول في كان الكاميرون 2022 ثم أقصيت أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم ثم خرجت كواحدة من أضعف المنتخبات في كان الأخير، كانت تنقصنا نقطة واحدة أمام منتخب موريتانيا وعجزنا. أكمل الجملة. لا تقولوا لي شيخي يجرح ويداوي ثاني قبيح، بس اسمع مصلين ثم تسكت. أكمل الجملة أمين. وورث أيضا منتخبا في المركز الأول في تصفيات كأس العالم بست نقاط. نعم. بانتصارين من مباراتين. نعم. لا نتحدث عن الغث ونترك واحدة خارج الديار واحدة داخل الديار، انت داخل الديار وخسرت بمدرب عالمي وتكتيكي سمين. نعم. أمين. لا نتحدث عن الكأس الفارغ ونترك الكأس المملوء. نعم. بيتكوفيتش أيضا ورث منتخبا بلاعبين ذو قيمة، هو من يتحمل مسؤولية خياراته، ترك بن ناصر أفضل لاعب في المنتخب الوطني على كرسي الاحتياط وعدم الاعتماد عليه لا علاقة له لا بنتائج موريتانيا ولا بنتائج الكاميرون ولا بنتائج الكام الأخيرة. رجل يا أمين علينا أن نعترف بأنه ارتكب أخطاء فاحشة في بداية وكأنه رئيس منتخب مهدد. أكيد تعطينا رأيك أمين، لازم رأيك هو يكون صواب ورأينا خطأ. معليش أنا محترم رأيك وتكمل. أنا ناقشتك أمين، أنا ناقشتك أمين، أنت قلت بأنه بيتكوفيتش ورث منتخبا مهدما، صورت لنا صورة سوداوية، قلت لك لا، ورث منتخب فيه وعليه، لم يرث البرازيل ولا الأرجنتين ولكن لم يرث أيضا إريتريا أو إثيوبيا، ورث كالعم والله، أنا ما نتحملش مسؤولية. يذبحوا براهيمي وزاد حتى هذا بن شوبير يقول لك براهيمي ما كانش منها مصاب، هرب. أنا يا أخي العزيز في هذا المستوى إذا ما عنديش مهاجم يتحمل المسؤولية رانا بعد بزاف. حاجة ثانية، وسط الميدان قلنا كان فارغ وما عندكش عنصر مبدع في وسط الميدان اللي يعرف يكسر الخطوط، اللي يقدر مام راهي ميتة كاين تكتل دفاعي بزاف، يعرف يراوغ يدخل لك بين زوج ثلاثة، يقدر يعطيك اللمسة الأخيرة. البارح صفر، ما عندناش لمسة أخيرة، قلت لك إبراهيمي ما
راس كاع الكرات تقريبا كل الكرات اللي كانوا يمدوهم ابراهيمي جو ينحوا منا تولي هجمه معاده. هذا في الاول. ايه هو قالوا لنا هذا في مباراه في مباراه في مرحله هجوم. تما بالماضي عنده الحق كي ما جابوش وانتم اللي سميتوه الرونفو انتم كنتوا تكسروا في المنتخب. دوكا وليتو تقولوا كل الكرات اللي عطاوها لابراهيمي نحوها لنا وداروا لنا هجمات مرتده، وهذا اللي كنا نقولوه على جمال بالماضي ما عيطلوش، كنا نقولوا يقتل المرتدات ويبدا يدور بالبالو يدور بالبالو حتى ينحوها له ويديروا علينا كونتر اتاك. دوكا وليتو تهضروا فيها، راك سمع ميدو، شكون اللي عنده لي فيديو القذف حنا ولا انتوما؟ اسمع. الهجوم اللاعبين كلهم خرجوا، كرة عند ابراهيمي، حب يدير واش يدير نحوها له مباشرة. شوف هذه حاجة فقط. وش هي النقطة سامحني وش هي النقطة المضيئة اللي شاهدناها في مباراتي بولي؟ أسمع عندي تفسير والله العظيم ما عندي تفسير. بدني الناس راك تجي من أوروبا لكن بدني ما راهو يحكوا الصلاة في المنتخب قالوا بدنيا ومن بعد يقولوا ذهنيا ومن بعد درك تسمعوا ميدو اللي كان يطاكي في رياض محرز كي ما جاش والمنتخب أكبر أروح سمع روحك ميدو نجيب لك كي كنت تطاكي في رياض محرز أسمع أنت اللاعبين غير خير منك ذهني انا نقدر نروح لك المشكل ذهني ما تقدرش تكون تلعب لي زيرو انا قلتها قبل قليل وهذا هو الشيء الخطير قلت لكم في مباراه منتخب جنوب افريقيا وفي بوليفيا شفنا رغبه في الفوز اكبر من مباراه تقدر تقول هي لك المؤهل لو كان فزنا امس على غينيا اليوم رانا بتسع نقاط رانا نحينا لاندي الكونكيرون ديريكت رانا نحيناه من الحساب ما عنديش اونفي باش نلعب ماتش كونتر لاكيني كاسكو جو فيان فوتر ايسي جو فيان با خويا يعني انا اليوم نحيي محرز واللي تحيي في رياض محرز ماشي كنت تاكي فيه شعلت النار فيه وفي البلاطو هذا تاعكم شكون اللي يتبدل حنا ولا انتوما اسمع انا اليوم نحيي محرز ما حبش يجي ما يمشي سي با ما حش روحو الاف ما حش روحو واجد في مصر ما حبش يجي خويا ما نجيش انت بابا اونفي دو فينير ريبريزونتي تا سيليكسيون نو فيان با Et si tu viens en sélection pour représenter les personnes, ne viens pas aussi. Là, c'est sahel. On va parler aux لاعبين اللي لعبوا، لاعبين اللي لعبوا هما داروا حالة باش يجيبوهم بالرحمة، أنت درت حالة. وليت تتهم فيه بالماضي ما راهش عيط له وكذا وانتقام وكذا كنت داير حالة، واليوم تاتاكي فيه بن رحمة، شتك اتاكيت بن رحمة وابراهيمي سون بيتي، وأنت نجيب لك لي فيديو كنت ضارب بقوة ابراهيمي عنده مكانة، أنت وقاسي سعيد اليوم ذبح ابراهيمي. افيك سكيوما وسلام ورحمة الله لكن لما تجي ترتدي قميص منتخب بلادك تمد تضم افون 100% لعبنا كاس افريقيا حصلنا في المدرب وقلنا بلي الظروف المناخيه وغيرها دوكا لعب وليت درت كلامك باللي حصلنا في المدرب يعني ماشي المدرب ولا لا لا دوكا ولات ماشي المدرب ثاني نزيدو نمسحو الموس في بيتكوفيتش كيما مسحت الموس في بالماضي تقدر تمسح الموس في علاه واش علاه وليد بلادك ايه معليش ودوكا كي وصلت لبيتكوفيتش وليت تلقي تسبع حصرناها في بالماضي وكذا نزيدو ثاني كنعاودو نحصلها في بيتكوفيتش الظروف المناخيه بشان الخيارات ايضا بليلي الغير منضبط افضل من سعيد بن رحمه المنضبط واللي لعب مع اليوم كاساسي في المنتخب ماشي انت كنت دافع على سعيد بن رحمه ميدو فهمونا واش تبدل لا الحقيقه كي تصدمكم الحقيقه ما عندكم ما تهضروا تولوا طرشوا برك ميدو وطني شاء من شاء وابى من ابى منذ الزمن منذ 2019 منذ 2018 لما عاد المنتخب الوطني دائما بنفس الاداء وهنا نعاود علاش كنتوا يا اخي هو المكان تاعو ابراهيمي علاه كنتوا تدافعوا على ابراهيمي المكانه واساسي في المنتخب يعني كنتوا ضد بالليلي يعني نحينا بالليلي راك فاهم ولا لا لا دوكا ولا لا لا بالليلي منذ مدة وهو الأحسن واحد يدي له بلاصتو راك فاهم؟ كان نحيي عبد الحق من يغني في أذن نحيي عبد الحق بيتكوفيتش؟ سيغمون هل بيتكوفيتش مدرب سيغمون يعني بيتكوفيتش يغنوا له في أذنه وهما يديروا له القائمة هذا مدرب لي مدرب يا ميدو ما يقبلش مهما كان الحال سماع ماشي سماع ما عندوش الفيس اللي عندنا احنا المدرب الفري مدرب ما يسمعش كيما بالماضي ما كانش يسمع للناس راك فاهم هذوما المدربين صح روح انت قبطك بيب غوارديولا قول له يدخل لاعبين ويسمع وتقول لي ماشي يسمع وما عندوش البيس سي سا البروبليم لوي فيان جوست بور ترافاي احنا عندنا الوسواس الخناس سي سعيد جو با كو ريزا باش ما يقولكش الناس لا 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 سي سعيد مسميات شكرا غير على عموم
المحيطين بالمنتخب الوطني عموم المحيطين المنتخب الوطني فاسد ويتحكموا في المدرب. هذه ما كانتش زمان، فهمت ميدو؟ راك فاهم ولا راك وليتو تستعرفوا؟ ارواح ارواح. سعد، نريد ان نتحدث كما قلت من الناحيه التكتيكيه، دور ياسين ابراهيمي في هذه المباراه، اشراكه خلف هذا قليل وجبت لكم منه. هل كان قرار ابراهيمي تركه يلعب ومنحه الفرصه تلو الفرصه؟ والسؤال الذي يطرح نفسه بشده، كيف لابراهيمي ان يؤدي واحد من اقوى المواسم في مسيرته الكرويه في قطر ويكون واحد من افضل اللاعبين في ذاك الدوري، ولكن عندما تصل مباراة رسمية ويصل إلى المنتخب الوطني يتضاءل ويتلاشى ويصبح لا شيء داخل الدوري القطري؟ يعني محمد سامح لي، بعيد 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 كثير على بعض الدوريات في إفريقيا من ناحية الجانب البدني ولا اللونجاجمون ولا بعيد بزاف. ياسين إبراهيم شفنا عليه دو ماتش في شهر مارس مقابلات ودية محمد، ولكن لما طلع النيفو البارح يعني من تصفيات كاس العالم امام منتخب وامام لاعبين اللي ينشطوا في دوريات قويه، شفناه باللي ما قدرش يقاوم مع هاد اللاعبين هذوما. ظن باللي البارح ابراهيمي كان خارج النطاق. المقابلات الوديه والرسميه ماهيش نفس الشيء محمد، ولهذا البارح كان ما قدرش يقاوم مع هاد. انا ما تكلم ميدو على لاموف، نتكلم على البنيه تما بالماضي عنده الحق. رحتوا رجعتوا للكلام بالماضي. واش ميدو، واش قاسي سعيد داير حالا انت على ابراهيمي؟ فهمونا يا ناس فهمونا. دوك رحتوا عاودتوا وليتوا لابراهيمي قطر مستوى هابط بزاف ما عندوش وما يقدرش ومستوى عالي. كسرتوا المنتخب يا ميدو، الله يكسركم. كسرتوا حنا ما بيناش باللي رانا، حنا رانا نجو ناطاكيو فيكم، ما راناش ناطاكيو في المنتخب. ما تدوروش الباجا ولا مفرحانين، ما راناش فرحانين. حنا راهي غايدتنا اللي شديتو المنتخب وريبتوه مديتوه لايادي غير امنه، ايادي هاي اللي وين وصلتنا، هاي علاش رانا منيربيين. سلام.